أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس مصور من دروس القراءة للصف التاسع ضمن برنامج التعلم عن بعد. عنوان الدرس: تنمية الأوطان أمانة ومسؤولية. الجزء الثاني. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يستنتج المعاني الضمنية لبعض عبارات النص، يدلل من النص على سمات الخطبة الأسلوبية. دعونا أعزائي الطلاب نسترجع بشكل سريع ما درسناه في الحصة السابقة حول أفكار النص. لاحظ المخطط. ذكرنا أن النص يتمحور حول فكرة عامة، فما هي هذه الفكرة؟ أحسنت، تنمية الأوطان ونهضتها مسؤولية مشتركة بين أبناء الوطن. وذكرنا أن تحت هذه الفكرة العامة هناك أفكار رئيسة، فما هي هذه الأفكار الرئيسة؟ الفكرة الأولى: ركائز تنمية الأوطان. الفكرة الثانية: حاجة الوطن إلى جهود أبنائه. فما الفكرة الثالثة؟ دور الأمانة في تنمية الأوطان. أحسنت يا محمد. المعنى الضمني. ما المعنى الضمني؟ أحسنت يا علي، هو المعنى الذي قصده الكاتب دون أن ينطقه. لاحظ المثالين الآتيين ثم حدد المعنى الضمني فيهما. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب. فما المعنى الضمني في هذه الآية؟ أحسنت يا راشد، المعنى المقصود ضياع أعمال الكافرين الصالحة وعدم الانتفاع بها. المثال الثاني: فلان لا يملك ناقة ولا شاة ولا حتى دجاجة. ما المعنى الضمني؟ أحسنت يا بني، شدة الفقر والعوز. بارك الله فيك. أنشطة الكتاب: افتح كتابك الصفحة 36 بعد 100 وأجب عن النشاط الرابع: من لم يزد في الحياة شيئا كان زيادة على الحياة. وضح المقصود من العبارة السابقة. أحسنت، ضرورة أن يكون الإنسان فاعلا ونافعا في هذه الحياة. دعونا أعزائي الطلاب نأخذ فكرة عن فن الخطبة. فما فن الخطبة؟ يعرف فن الخطبة أو الخطابة بأنه فن التحدث إلى الجمهور وجذبه إلى الإصغاء باهتمام ثم التأثير فيه. وللخطبة عناصر، فما عناصر فن الخطبة؟ أولاً: المقدمة، وهي تمهيد للموضوع الرئيس، وقد تشتمل على الأقوال المأثورة وطرح الأسئلة. ثانياً: العرض، ويشترط فيه ترتيب الأفكار منطقياً وعرضها من المهم إلى الأهم ومن العام إلى الخاص. ثالثاً: الخاتمة، ويتم فيها تلخيص أهم ما تضمنته الخطبة. وللخطبة خصائص عدة، أهمها: تتراوح الخطبة ما بين الإيجاز والطول، فلا تكون طويلة تثير الملل عند الجمهور، ولا قصيرة بحيث لا تغطي جميع جوانب الموضوع. وقد تجلى هذا في خطبة تنمية الأوطان. تركز الخطبة على موضوع واحد وفكرة رئيسة دون تشعبات فرعية خارجة عن الموضوع الرئيس. وقد تحقق هذا في خطبتنا، حيث كان موضوعها الوحيد هو مسؤولية تنمية الأوطان.
تتناسب موضوعاتها مع اهتمامات المستمعين وقضاياهم الأساسية. تتنوع الأساليب في الخطبة ما بين الإنشائية مثل الأمر والاستفهام والنداء، مما يثير انتباه المستمعين ويجدد نشاطهم، والخبرية لتقرير حقائق وتثبيت قناعات. لاحظ المثال. تستشهد الخطبة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والأبيات الشعرية لإقناع القارئ، وهو ما يسمى بالأدلة النقلية. لاحظ المثال. تعتمد الخطبة على الجمل القصيرة مكتملة المعنى، ويفضل توظيف الإيقاع في فواصلها، السجع، وهو توافق الحروف عند الفواصل. لاحظ المثال. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا لمسؤولياتكم مؤدين، ولأماناتكم حافظين، ولمصلحة وطنكم مراعين. أين السجع؟ إنه عند نهاية الجمل باتفاق حرف النون في الجمل الثلاث. توظيف المترادفات لتوضيح المعنى وتوكيده. أين الترادف في هذه الفقرة؟ أحسنت، إنه بين كلمتي معمرين وبانين. توظيف الطباق لتوضيح المعنى وإبرازه. أين الطباق في هذه الفقرة؟ بوركت، شبابه وشيوخه. أنشطة الكتاب. عزيزي الطالب، افتح كتابك الصفحة 36 بعد 100. النشاط السابع. ما الدور الذي أفادته عبارة أما بعد في الخطبة السابقة؟ كثيرا ما تريد عزيز الطالب عبارة أما بعد في الخطب، فما فائدة هذه العبارة؟ إنها تأتي لتهيئة المستمع وجذبه إلى الموضوع الرئيس. النشاط الثامن. دلل من النص على توظيف الخطيب السمات الآتية: الأدلة النقلية. يمكنك الاستشهاد عزيز الطالب بأي آية أو حديث من النص. أسلوب النداء: بوركت، يا عباد الله، أيها الأحبة. الخطاب المباشر: أحسنت، عباد الله، اعلموا أن وجود الحركة العلمية. المفردات والمصطلحات الدينية: كثرت في الخطبة المفردات والمصطلحات الدينية، مثل ديننا الحنيف، الإيمان، الرسول الكريم، وغيرها كثير. انتقل إلى الصفحة 37 بعد 100. النشاط التاسع. هات من مقدمة الخطبة طباقا مبينا أثره. دعونا نشاهد المقدمة. أين الطباق؟ أحسنت، بين كلمتي ظاهرا وباطنا. وما أثره؟ توضيح المعنى وإبرازه، وهو شمول نعم الله وعمومها. النشاط العاشر. أكثر الخطيب من توظيف المترادفات في خطبته. دلل بمثال من الفقرة الثانية مبينا أهميته في توصيل المعنى. دعونا ننتقل إلى الفقرة الثانية. أين الترادف؟ أحسنت، المثال رعايته وحفظه وحمايته، أهميته توكيد المعنى وتوضيحه. لاحظ عزيزي الطالب أن في الفقرة الثانية ترادفا آخر، حاول إيجاده. تطبيق. أجب عزيزي الطالب
عن أسئلة التطبيق الآتي وتأكد من فهمك الدرس. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس. شكرا لمتابعتكم واهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.